هل هو عنكبوت ولا هو عنكبوت؟ الخادم بتاعي بص لي بصه ما عجبتنيش، تعالى ولو كنت حافي. ما كل الناس كده، ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس بتدفع كده. الفيسبوك ساعات بتنزل عليه كلمات جميله، بتنزل عليه ايات جميله. اللي حصل معاه الموضوع ده ووقع داود النبي، لو مش عايز تاخد الكبير مني طب خد الصغير. تتجرد من اسلحتك وتتجرد من رتبتك، لو سمحت اقبل العزومه. باسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الف حيله وحيله بخبره الف ليله وليله، والحيله التاسعه اللي هنتكلم فيها النهارده اسمها حيله الهجوم السريع المفاجئ المباغت. في لحظه لا تعرفونها ههجم عليكم، ده الشيطان بيقول او العنكبوت بيقول. الواحد لما يلاقي حاجه قربت منه مره واحده يحس انه عطشان، في مشكله حصلت. عمل الحكايه دي مع مين؟ يعملها دايما مع العظماء الكبار. ينتهز لحظه معينه ويخش يخبط خبطه بمئة خبطه، فيخلي اللي قدامه برجله المفاجاه تخليه ما يعرفش ياخد القرار السليم. اشهر الناس في تاريخنا الجميل العظيم الكتابي اللي حصل معاه الموضوع ده ووقع داود النبي. طلع مره وقال ايه؟ بلاش اطلع الحرب. وطلع على السطوح. طبعا الشيطان عمل ايه؟ فاجئه منظر وحش، اقع في كام خطيه، يلا عايز خطايا مركبه، اقتل، اذني، اتسبب في مشاكل لشعبك، كانت مشكله عظيمه. احذر في لحظه من اللحظات تسكت، تسكن، تبقى ضعيف. اللحظة دي هتفاجأ بخبطة، خبطة دي اسمها الهجوم السريع المفاجئ الكاسح، يعني يخش يفرتك الشخص نفسه. خلي بالكم لأن الحيلة دي وقعت عظماء. ربنا يحافظ عليكم ويفرح قلوبكم، وأحكي لكم المرة الجاية عن الحيلة رقم 10. ربنا يفرح قلوبكم.